دكتور تامر، خليني أسأل حضرتك عن دور مرصد الأزهر. لأن الأزهر في الفترة الأخيرة كان له دور قوي جدا على السوشيال ميديا لمواجهة الفكر المتطرف وبلغات مختلفة، يعني بيخاطب الشباب بلغات مختلفة. احنا كان زمان نقعد نقول لا الأزهر محتاج يبقى بإنجليزي وفرنساوي وإسباني، لا بقى فيه لغات مختلفة تخاطب الشباب، لأن احنا شفنا في السنوات الأخيرة تجنيد أو استقطاب شباب كمان من الأجانب يعني. فدور المرصد إيه وبتستهدفه إيه؟ نعم، بالفعل حصلت يعني في الفترة الأخيرة طفرة شديدة في مؤسسة الأزهر الشريف بشكل عام، وذلك من خلال تدشين مرصد الأزهر لمكافحة التطرف باللغات الأجنبية. نعم. في البداية يعني أود أن أشير إلى أن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يضم مجموعة كبيرة من الباحثين المتخصصين في المكافحة الفكرية ضد التنظيمات الإرهابية والجماعات الإرهابية والأفكار المتطرفة، وذلك بفضل يعني إجادتهم التامة للغات الأجنبية، وفي الوقت ذاته يعني إلمامهم بقدر موافر من العلوم الشرعية التي تمكنهم من رصد الفتاوى المشبوهة التي تبثها التنظيمات الإرهابية والرمية إلى استقطاب الشباب ويعني ضمهم إلى صفوفهم للقتال إلى جانبهم. لذلك يضم مرصد الأزهر العديد من اللغات الأجنبية، منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأردية والفارسية وغيرها من اللغات الأجنبية، وتسعى جميع تلك الوحدات إلى تحقيق الأهداف التي ينشدها المرصد باعتباره عين الأزهر الناظرة على العالم، كما أطلق عليه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب في عام 2015 أثناء افتتاح هذا المرصد، وذلك من خلال يعني العمل على مدار الساعة من خلال تقارير يومية وتقارير أسبوعية وشهرية وتقارير خاصة وحملات توعوية لتوعية الشباب من خطورة الوقوع في براثن التطرف والجماعات الإرهابية المتطرفة، وبث تلك التقارير وتلك الإصدارات عبر منصات المرصد المختلفة سواء على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أو على بوابة الأزهر باللغة العربية وباللغات الأجنبية أيضا. هل بتخطبوا عمر بعينه؟ لأنه أعتقد من سن 12 ل 18 سنة يمكن ده رائج بينهم بشكل كبير، ويمكن ده من أيضا الأخطر أو الأخطر يعني من حيث الاستقطاب. هل بتخطبوا أعمار معينة يا دكتور؟ بالفعل بالفعل، وده قائم على دراسات يعني تتبعتها وحدات الرصد المختلفة، لأن هناك بعض المعاهد البحثية أجرت مجموعة من الدراسات وأكدت على أن يعني جل المقاتلين أو الأفراد الذين انضموا إلى الجماعات المتطرفة جل أعمارهم تتراوح ما بين 17 و 27 سنة. الأمر الذي تطلب علينا مخاطبة هذه الفئة بلغة معينة، تمام. وكذلك أثناء الرصد نحاول أن يعني نرصد تلك الفتاوى الفكرية، ونحاول أن نصيغ بعض الردود الشرعية المبنية على المنهجية الوسطية المعتدلة التي تتبناها مؤسسة الأزهر الشريف في مخاطبة تلك العقول. لذلك يعني تعنى وحدات الرصد بمتابعة جميع ما ينشر حول التنظيمات الإرهابية المتطرفة وما تبثه من أفكار مغلوطة حول الإسلام والمسلمين والرمية كما قلت لحضرتك إلى استقطاب الشباب وتجنيدهم لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية سواء في مناطق النزاع في سوريا والعراق أو حتى في الدول الغربية التي يقطنون فيها. الاستراتيجيات أو مخاطبة الشباب هل بتختلف إذا كان أنا بحاول أتكلم مع شاب أو فتاة، ولا الأمر واحد إذا كان دي الفئة العمرية واحدة؟ هي كما قلت لحضرتك 85% يشكلون هذه النسبة العمرية التي كنت يعني ذكرتها لحضرتك سلفا، ولكن نعم من منذ سن 17 حتى 27، ولذلك نحن نحاول أن نخاطب كل العقول، ولكن نحاول يعني بلغة شبابية إن صح القول، وذلك من خلال مجموعة من الحملات التوعوية التي نصدرها باللغة العربية وكذلك لتوعية بالفعل يعني شباب وطننا الحبيب، وكذلك أيضا باللغات الأجنبية، حيث أننا نجد أن لكل وحدة من الوحدات المختلفة لها منصتها التي تنشر عليها إصداراتها باللغة الخاصة بها على فيسبوك وعلى تويتر، وكذلك أيضا على بوابة الأزهر الإلكترونية. فهناك تنوع، يعني هناك يتم نشر مجموعة من المقالات، مجموعة من الدراسات البحثية، مجموعة من الحملات التوعوية، قد يتطلب الأمر عمل زيارات ميدانية.